الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أيها الإخوة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الناصح الأمين وحفظنا ودردارنا إيه تلبحنا إيه وانا أي أمدي سأغتر يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم نين أي نبي قوانين صلى الله عليه وسلم وحونا كويري شن الرموت إنتين كوكو إيمان كفايدس شن بعض هاي ستا شن نوي كدو إيمان دونا شن تفرصة ديدة هاي ستو كفايدس إنتين كسيقين وتقين تكوبادي النبي صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك لن يرني ماذا هذا لن يرني ماذا انت هذا دقوبين لن يرني ماذا ومرحلة بين آذن كحوق يسو ولم يستريه ومرحلة النشاط في الفرعون ذا يكرت ذا يشرك أود ديسا ومرحلة ذا سوى مرحلة داسي ومرحلة لبيرتو كدبنا مركي كوكوذبتو لقوستو مريه حلقة آد بيرتي هديت علمي آد بارتي هدويه عمل إيو وناك آد بيرتي مرحلة داسو النبي يقول صلى الله عليه وسلم يينا بلاش كوكوذ لافينا كفا إيديسو داتك بدن كينا ويسيكتا ووحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم وقدر دار ما إيو ذاتك بضنكوت كما فإذيستان مرحلة قليرا لماذا سفو ضد بيكون أفتع سيدة استرادت بأن نبي أنه صلى الله عليه وآله وسلم تضبض ما أنت عرش إلى حرسن دونا ما أنك لكذيذين يهي للرفاتسين يهي بنك قيامة للتاقين يهي قرح ذا اللي سسور دوي ليدت كدتك كرم هذا ما أنك سيدة وحاية شرائية وعرش إلى إسكا حرسن يهي تضبض وحا كم إذا شاب نشأ في عبادة الله روح دلني يراه او الهي عبادتي سكو برباري دلني يرى نمدي سي كفا اذا استوى وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه شهي ادونكم مركو ربي هورتو تبارك وتعالى ما انت قيامدا افر الريموت الى لويديو ما دقاقيو ماشي لوقتي سو تالو كما دقاشنيو افر تا وحا كميدا عن شبابه فيما أفناه دلني يرى نمذي هي مرحلة ذي تلك حوق لها حقه وات كل ما يسود كباب إسي ونعم وين وإلهي بحية تبارك وتعالى مرحلة ذا مرك النبي صلى الله عليه وسلم يين بلاش كقول لافين بلاش يين كقول سيكين هل منن كفا إذي سو دقني ما كدن بين دونتا حوقني واتقي دونا فرفرعوذن دي واتقي دونتا شركوا وكلا فرفران دونا وحبدا ما أودي دونا انتين انتاء آذن قارن مرحلة كهر ريس كفا إذي سورة رسول كليه صلى الله عليه وآله وسلم قضب كلابات نبي نوحي صلى الله عليه وآله وسلم صحتك قبل سقمك مركات فيوضه عافمات قبته عافمات قبك كفا إذي سو انتو سنحذركوا إيماني مركات عافمات قبته وتشيل كأجو عافيمات قبوا أود إيه حوج بعد لا يضح وحبذا بعد قبسن كرتاع لنك كله هدادا فهمين نعمة عافيمات كهدادا فهمين وقالوا جويو أو يكلوا جوين أود اسم هذين وملحم بيكلاء هذه وغفلة إيه هلمان بيكجور ذي مركا أنت يسنكو إيمان مرحلة حنون إيه تشر وإيمان إيه مرحلة عافيمات ككفى إديسو إلهي طاعة ديسة وقفة ديسة خير إيه وناك قلي بير وناك سنكو بيرو وناك إلهي كود نوية أما أدونك هاك مصلحكو أقلي هلو منن هلو منن عافماتك هلو منن وكان نبي قانو تلمامي صلى الله عليه وسلم ددك انتو ضبدا مرحلة دي عافماتك قبان ويكت سويهين وكما فايديستان ساسا يدون كود لافتاسي ده مرحلة دي لن يرين نموضه أي عافيمات كنا بناءك اسمه أوجع.
مركو جيرادو مركا شلايايا او اوليه حيوان انتان حوق لها دلينيرادا اها مخان او شقيسن واي مخان او بيرن واي مخان او سمين واي وامر ان اينا سو نوقش لهين عافيمات كا كفايديس وحو نبي قال يقول صلى الله عليه وسلم مد سدحت غناك قبل فقرك مركا لدنت هي او دهنتي هيستو او واخ كوغو فيلن هيستو او جيبكاغو قوين يحي كفا ايديسو اسودي ميزان فقري با كدنبين باهي با كدنبين خوله كو جوغي مايان ادغو او جوغي ميسيد اما ايغا كو دافي اما ادا دافي سيداس دراد انتي غعنتادا كو جيران كفا ايديسو رسول كو صلى الله عليه وسلم فقري اي باهي با كدنبين انتي سن كوغو ايمانين xoolaha markay gacantaada ku jiraan bixi sadaqayso ihsaan ka samee waajibaadka ka gudo xaaraanta ka ilaali kasbka xaaraanta ka ilaali inay ka mashquuliyaan waajibaadka Ilaahay ku diray ka ilaali yayna ku mashquulinin waajibki diinta yana ka mashquulinin xoolaha markay gacantaada ku jiraan ka dadaalo intay santagin oyna ku dhaafin ka faa'iideeso rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadii aad ka faa'iideysan waydo way kugu daba gadoomi doona farta dhexda ka qaniini doonta xilli aynan waxba ku tari doonin qoomamana aynan waxba ka bedelin xaaladda ku haysata nabi maxamed wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam al mukthiruna humul muqilluna yawm al qiyamah dadka xoolaha badan maalinta qiyaamada waa kuwa ugu nasiib yar illa ruuxi sida yiraahda oo sida yiraahda oo sida yiraahda oo sida yiraahda mooy afarta dhinacba xoolaha u sayra oo khayrkiyo wanaaga ku sayro ku bixiyo mooye kuwa xoolaha badan ee hantida badan ayaga ugu nasiib yar maalinta qiyaamada saasu nabiga nuleh sallallahu alayhi wa sallam sidaas daraadeed marxalada qaninimada eed waxaysateed ladantahay ka faa'iideeso intan faqri kugu iimaane imisa milyaneer aha oo hanti haystay oo hantidiisi intay baba aday kara faa'iideysanin asagoo faqiir oo baahan oo dowrsanaya radhintay waxaan ilaahi ba maamulaya tabaaraka wa ta'ala maalin bay gacantaada ku jirtaa maalina way ka maqantaa maalin kala cid kala loo wareejinaya maalinkaad gacantaada ku hayso fursad weeye oo ku jirto ka faa'iideyso yeyna ku seegi wuxuu nabiga nuu yiri sallallahu alayhi wasallam mida afraad wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam faraaqaka qabla shughlik markaad firaaqo leedahay oo aad firaaqahayso firaaqadaada ka faa'iiso intaadan mashquulin dhalinyaranimadu waa firaaqo intayna reer iyo caruur iyo mashaakil soo kordhin ka faa'iideyso marka aad firaaqo tahay oo noloshaada iyo maalmahaaga aad fursad firaaqo hayso ka faa'iideysto fa idha faraghta fansab marka aad firaaqowdo rabbiga isu taag tabaaraka wa ta'ala ta'adisi khayrkiisa ka faa'iideysto marka firaaqada ka faa'iideysto joogi mayso waad mashquuli doontaa marka aad jaanisato fursad hesho ka faa'iideysto taada gali khayrka gali dhikriga gali quraanka gali waxbarashada gali aakhiradaada beero ya khasnadi aakhira wax gasho war rasmaalka dunyada waa laga socdaa intaadan mashquulin laakiin nabiga wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam haddana dadka badankood inaysan nicmada ka faa'iideysan nicmada firaaqada oo rasuulka nabiga sallallahu alayhi wasallam ni'matani maghbunu feehima kathirun min an-nas laba ni'mo dadka badankood waa ku kadsoon yihiin waa la kadiyay yaani kama faa'iideystaan waa maxay yihiin as-sihhatu wal-faraq caafimaadka iyo firaaqada intaadan mashquulin oo mashaaqil ayna soo kordhin oo firaaqahayso firaaqada ka faa'iideyso khayrki taada gali waqtiga hallo minin ma la yaani aku bixinin waqtigaaga ka faa'iideyso ama wax adduunkaaga ku anfacaya gali ama wax aakhiradaada ku anfacaya gali laakiin waqti la lumiyo malihid waqti la lumiyo oo lagu ciyaaro malihid waqtigaaba kugu yar waajibaadka Ilaahay ku diray iyo masuuliyadka ku saaran iyo waxa ku sugaya marka la fiiriyo waqti aan lumiso ma haysid Allahumma inaadan garashay iyo aqoon lahayn oo luunsan tahay mooyee waqtiga ka faa'iideysan mar
فراق هذا كفايديس قضوا كشناد نبي قنو دردار مي صلى الله عليه وآله وسلم وحوي حياتك قبل موتك نلش هذا كفايديس انت سنقيري كو إيماني ولا بد إني قيري إيماني كل نفس ذائقة الموت الدين عضون إلهي نلش أدينيه نبي محمد بقى للدين لها صلوات ربي وسلام عليه إنك ميت وإنهم ميتون قيري وي إيمان قوري إيماني سري قرن ميس منك لتقان قورت وقت قرن ماذا دلني يرو يؤضي يؤلمير يتاجر يفقير يمدح يمتقان وقت قرن ماذا وقت ماذا قوري إيمان دون تقرن ميسي دي واحد سميسا وقت انت نوش هاي دقيقة ده هنا ضغبتا وحي كدن بي واقعان أور كتشرتا واحد سميسا كفا إيدي سنرش هذا انت إلهي كسي ونعمة نعمة ده ضيعين وقفا إيدي سن ربك تبارك وتعالى وحي كون وين يقفا إيدي سن طاعة دي سن وقفا إيدي سن حياتك قبل موتك إيادة نوالين ويدين دونا مركب بيرو كسبو شقيسو إلهي أبنوو نولشو وقالي وين تجي دونتاي نولشي نكفا إيديست أبو نبي صلى الله عليه وسلم أو إنتين انتجين أقفا إيديست وحي بالرئة إن أنفعلها إلهي أكتس تبارك وتعالى أدكو بدباد إله إذن والنصائح النبي صلى الله عليه وسلم أخير ننكو كل مي الدنيا أخربا الله تبارك وتعالى كوي انتفاع السده او كنق ما هي نغدبه صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.